وإلى أين ستذهبين؟ إلى موطني. موطنك؟ ألست من سمارة؟ لا، فأنا امرأة من بلاد بعيدة. وما الذي حملك إلينا؟ حملت سفاحا من مغتصبي، فخفت أهلي وجئت إلى مملكتك. ولدت طفلي ثم مات. كيف سأجدك إن احتجتك؟ ألن أراك ثانية؟ من يدري؟ وإلى أن ألقاك خذ حذرك، فلسوف يبرز لك عدو من بين جنبيك. إنه شاب وسيم وفتي، وأجزم أنك ترين هذا، ولكنه يستحق من هي أفضل مني. لماذا تظنين أنك لا تستحقينه؟ لأني لن أقدر أن أمنحه أو أمنح غيره ولدا. أنا عاقر. أنا في قصر. أين أنا؟ حسنا أيتها الجارية، أنا أعلم أن الأسيادة هم من يقدمون الهدايا، لكن لا بأس، لنرى ما هو ذلك الشيء الثمين الذي تريدين أن تهديني إياه. ولكن وليكن هذا سرنا الصغير. منذ ذلك الحين لم أعد أسمع تلك الأصوات. تتهمني بخطف رملة إذن؟ ومن يجرؤ على فعلها سواك؟ أنت. أنا؟ ولما أفعلها؟ ربما لكي تتملص من العرض الذي قدمته إليك بخصوصها، أو أنك تبيت أمرا آخر. رملة ليست عندي، ولو أنني أردت أن أخذها عنوة لخضت حربا من أجلها، إلا أن الجنابي لا يخوض حربا من أجل امرأة. الأميرة ليست لديك وليست لدي، فأين ستكون إذن؟ هل عرضت عليها الزواج مني؟ فتحت أخاها الأميرة عتبة بالأمر، ثم حدث ما حدث. الأمر لا يحتاج إلى شرح، إذا لقد هربت، أو تستطيع أن تقول إنها اختطفت نفسها. والآن أتمنى أن تأتي إلى يوم تنهي فيه كل عداواتك، فهذا هو السبيل الوحيد كي تنام مرتاحا إن كنت تريد ذلك. إن كنت قد نسيت أني صاحب عرش المغتصب، فلا يمكن أن أنسى أني صاحب ثأر. أنت قلت أيها الملك أبوك مات على فراشه، أما أنا فأبي قد مات مقتولا.